مرحبا في حلقة جديدة من قناة علمني لأرتقي مع إثبات صاحب جديد التطبيق لكي كاب. فمنذ مدة قديمة قد شرحت تطبيق لكي كاب، سوف تجدون الرابط في الوصف. وفي هذا الأسبوع السابق شرحت ثغرة في تطبيق لكي كاب. بعد أن شرحت الثغرة تعرضنا لبعض المشكل، لم أستطع التسجيل وكذلك، وبعدت من هاتف آخر وما إلى غير ذلك. المهم سحبت، وبعد 7 أيام كما أخبرتكم أو 8 أيام لا أتذكر وصلني السحب. تفاجأت بهذه المفاجأة، أنا كنت قد سحبت $50 وفي الأول وصلتني $25. فتعجبت، قلت لهم يمكن أن التطبيق أصبح نصاب. وبعد قليل وصلني السحب، إثبات السحب الثاني من تطبيق لاكي كاب كما ترون أمامكم. فهذا هو إثبات السحب الأول بقيمة $25 وإثبات السحب الثاني بقيمة $25. فالتطبيق صادق ويدفع، كل شيء سوف تجدونه في الديسكريبشن. أستودعكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.